slow mo. I'm a god, but I actually don't know. Homie, better put your pride aside. My Benz get more like a Volvo. Your best stuff looks like my worst. Synapses, fire, and burst. Got the whole crew with me, about to do damage. You know we ain't average. I ain't gonna say this again, but it's my time. Better look in my eyes. I'm a genius in the skies with my. You stuck on rewind. You just quit sleeping on mine. You got your back on the kind. When I damage your delicate spine, please don't act all shy and surprised. They be like, what you mean? What is your winning scheme? I got a change team. Big as my self-esteem. Running back, running man. They think they go hard, I'm like, come again. You run at the top and I'm busting in. What you stumbling? I got this blade in my hand for your punishment. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وصحة وسلامة دائما وابدا يا رب العالمين. انا مش عارف، انا بيحصل عندي مشكلة غريبة، انا لما بكتب كومنت يا جدعان في اللايف، اللايف بيقف على الموبايل، مش عارف. المهم منورين يا جدعان، الناس اللي موجودة في اللايف احلى 4 والله العظيم موجودين في الدنيا كلها. تعالوا ندعي للناس اللي بتمتحن دلوقتي، ربنا يكون في عونهم ويخلصوا امتحاناتها ويرجعوا لنا على خير باذن الله. لفات، شيرات، منشنات، كومنتات، الحاجات الجميلة. وقبل كل ده طبعا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نكتب علامة التعجب لازم في النوتيفاي، واللي ما عملش فولو على تروفو بالحب يا اخي، يا اخي بالحب تروح تعمل فولو على تروفو. احنا بنقعد هنا ساعه رايقه وبنكمل اللايف الرايق بتاعنا هناك. منورين الدنيا يا جدعان، يا رب تبقوا بخير وصحه وسلامه. سلام عليكم، تعال نمسي على الناس اللي موجوده. يا حبيبي الحاجات، اخويا صلاح تسلم لي على الكير حبيب قلبي، نورت الدنيا. يا خالد تسلم لي على اللايف، يا اخويا الشيخ تسلم لي حبيب قلبي على الكير. يا نور تسلمي لي على اللايك، نورت الدنيا يا نور. يا خلود تسلمي لي على اللايف والشيرات دي، ربنا يخليك يا رب. والله يا اخويا الدرش حبيبي، يا درش تسلم لي على الكير، منورين يا جدعان. يا سيد وعليكم السلام، هلا والله. عادي بيحصل عندي بس مش بيحصل دلوقتي، هو حاصل دلوقتي معايا، انا مش عارف ايه الصراحه المشكله، وبحس ان دي ممكن تكون حاصله مع كذا حد، وتكون بتخرج الناس من اللايف يعني وكده. بس يلا ما علينا، منورين يا جدعان. كده كده اصلا فيسبوك بقت حاجه غريبه. تعالوا نخش كده عشوائي لغايه اما نشوف الشباب مين جاي ومين مش جاي. انا مش عارف ليه حاسس ان في، يلا ما علينا. منورين الدنيا يا جدعان، عاملين ايه؟ احكوا لي كده ايه الاخبار، اكلتوا ايه النهارده، ما اكلتوش ايه؟ اقفل الفيس وخش تاني. تعالوا نسمع نصيحه اخا صلاح الرايق. قفلنا الفيس، فتحنا الفيس، دخلنا على الاشعار. لا زميلة هتبقى نفس المشكلة برضه. عيب عليك، عيب عليك. انا عارف ده حظ، انا المهبب. يا شاهين تسلم لي على اللايك يا حبيب قلبي، احلى مسا عليك. لا 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 لا، هي مشاكل، انا عارف مشاكلي دي كويس قوي.
الناس اللي ما عملوش فولو على تروفو بالحب بقى، بالحب بالحب، احنا هنقعد هنا ساعة وهنكمل هناك تروفو بإذن الله. لغوني كده يا جدعان، لغوني، ما تقعدوليش ساكتين كده في اللايف، لغوني، اديني قلبك وخد قلبي، الحاجات دي كلها. مسا مسا يا شاهين يا جميل. I need a weapon. يا لهو على الرندار، يا لهو على الرندار. خد يالي، خد يالي، خد عرفين، خد يبسي، هات يالي، هات ارم 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 على الكسور. لا 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 الشتم. خير يا صاحبي، في حاجة؟ شتم ابن السر. طب انا اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا ما ينفعش العب ابدا عشوائي من غير قلة ادب وشتيمة واهانة حبيبي يا صلاح تسلم لي على المنشنات، حبيب قلبي يا اخويا. دي ليه؟ تعمل ايه يا اسطى اللي انت دايس عليها؟ تعمل ايه؟ انا هعملها، تعمل ايه هي؟ تعمل ايه؟ ما تعمل ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ايه؟ السلام عليكم. ايه يا اخويا كبير؟ ايه يا اخويا عامل ايه؟ وعليكم السلام. الحمد لله. تعرفوا تلعبوا يا جدعان؟ ده بتاعنا يا اسطى. يا ريت. يابا نفسي اكسب جيم والله. بص يا اسطى، هقول لك على حاجه. ماشي. اللعيب ما بيقولش على نفسه لعيب. حلو، بس بتعرفوا تلعبوا يعني؟ ايوه. خلصان اخويا الشيخ الرايق. عامل ايه؟ بس اول واحد امسك سلاح، لو مسكت سلاح يبقى المدينه بتاعتي. جامد جامد. قاعد في سايبر ولا بتلعب في البيت؟ النهار قبل قاعد في سايبر. غريب السايبر سبوت يعني. كتير قوي يا جماعه، كتير قوي، بغض النظر عن الكلات اللي اتسرقت يعني. جل مسكني انا جاب كلتين. حبيبي يا خالد تسلم لي على اللفاي والشيرات الجميله دي. اول على الطياره، مين الاول على الطياره؟ سلام عليكم خالد. وعليكم السلام. تمام والله الحمد لله زي الفل. يخرب بيت الصاير. اخرج يا جيا، شكله هيك والله. انا حاسس حاول اجيلك خالدين. انا اعرف، انا اعرف ده. لا مش عارف. اسكول 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 اسكول. حياتي دي سكول دي. يلا يلا كلنا نروح سكول دلوقتي ندشمل الدنيا. يلا على سكول. ده انا لسه كنت بنزل ابوش الاقي كنبرة يا اسطى بقى. لهوي تلاقي ايه؟ كنبرة اسمهم الزرابيب. زرابيب؟ الزرازير قصدي. زرازير؟ زرازير. ده ايه ده كلان ده ولا ايه؟ لا هم مسميين. انت مسميهم كده؟ رايق. نط احنا نطينا يا مروان. كان ماسك السبحة. ايه ده؟ انا سامع صوت عيال. يا صرمة يا صرمة قديمة، يا كلب، يا هباب البرك، يا زبالة، يا رمة. ايه ده؟ انا تعال تحت. الحمد لله خلود، انت عامل ايه؟ عامل ايه يا شيخ جميل؟
وليه طيب عليا الطلاق؟ انت اتخضيت والله، اتخضيت يا ابني. يا جماعة حاولوا تدوروا على شجان، كل ليه واحد لازم يبقى معاه شجان. شايف؟ هنيجي اسمع وقت بقى، ملاش. اسمع بقى، لا يا عيال خنزير دلوقتي جاية. دول بقى اللي بيعرفوا يلعبوا مش احنا. هات بس الاكل اللي في ايدك ده، ان اصح التعبير ده ام 4. تعالى تعالى، جاي لك. زميلي يا عمر، تسلم لي على اللفاية. يا احمد السيد طه، تسلم لي على اللفاية يا حبيب قلبي، نورت الدنيا يا اخواتي والله. اخويا تمام والله، في انتظار الخميس الشديد. ينزل علينا عيال هتاخد دلوقتي. افراج يا شيخ. جه اهم حاجة. ديش. شفتوا يا جدعان الريل الاخير؟ والله كان رايق، والله الريل كان رايق، بس انتوا ما بتشوفوش الريل ولا الفيديوهات. ينفعش بيضرب من الحتة دي، انتوا ما بتشوفوش اي حاجه انا بعملها، انتوا بتيجوا اللايف بالعافيه. انا ما كنتش كملت لوت في المكان ده، انا هروح اكمل لوت هنا. الحمد لله الحمد لله، الريل على الرايق. شفتها؟ شايفين؟ شيخ الوحيد اللي بيتفرج يا جدعان على الريلز يا جدعان، بس كده. خدوا يا جدعان دي بي اس اهو، انتوا اللي فاهمين اللعبه صح مش انا. اوه ده بس والنبي سيبهولي، ما انا سايب، انا عامل مارك يا والي. سيبهولي كام؟ اربعه. ده علمنا عليه، علمنا عليه. حاسسهم بيجروا ورايا مش عارف ليه. يا نادر تسلم لي على اللفاية. حمدي حبيب قلبي يا حمدي، تسلم لي على الكير. الريل جامد والله بغض النظر عن. هات يا عم الدبس. وربنا ما معايا يا عم، هات ادي الدبس. يوم بي هات الدبس. الام 4 هديك مكانه الام 4. شايف يا اسطى؟ ده واد بيفهم، ده بيفهم ده يا جدعان والله، مش احنا. احنا ما بنفهمش حاجه، احنا حاجه ما بنفهمهاش. فما حاجه. يا وليد تسلم لي على اللفاية يا اخويا وليد اللي منور الدنيا. يا جدعان الناس اللي ما عملتليش فولو على تروفو يا جدعان، احنا بنكمل لايف هناك يا جماعه، بنكمل لايف هناك. اللايف هناك بيبقى رايق، بيبقى رايق قوي والله. ومن الحاجات الحلوه في تروفو، بص الخنزير ده. تعالوا اكلمكم على الحاجات الحلوه. انا لمحت بس، انا هقفل الصوت عليه. يا نادر تسلم لي على اللفاية يا حبيب قلبي، يا بيبو تسلم لي على اللفاية اخويا بيبو الجميل. انا جايب اربعة انت جايب ثلاثة. هو عارف منين ان انا جبت؟ تعال على البيت الكبير، تعال. لا انا كده هموت، كده هموت طبعا. بس خلاص نخرج من الجيم، رايق الكلام ده. طب يلا اخويا بيبو يابا. يا عم رد على ايه يا صلاح؟ فما حاجة ما نعرفش. ايوه الدنيا وحلاوتها في عيون العشاق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هي اللفات فين؟ من الحاجات الحلوة بقى في تروفو يا جدعان، من الحاجات الحلوة في تروفو ان انت مثلا لو انت فاتح اللايف مثلا، انت ماسك الموبايل مثلا وفاتح اللايف وعايز تروح تعمل حاجة بره اللايف مثلا، اول ما بتخرج اللايف ما بيتقفلش، بينزل لك كده ايه كشاشه مصغره كده على تحت، تقدر تعيش حياتك وترجع لللايف تاني. فجامد والله، انا بشوف كل حاجه بتنزلها. عارف يا صلاح؟ بشوفك وانت بتشوف كل حاجه بنزلها، بس في ناس كتير قوي ما بتشوفش الحاجات اللي انا بنزلها. مش عارف، بحس ان انا والله يا جماعه يعني ايه. بصوا يعني خليني اتفق معاكم على حاجه، يعني ايه لو في سبب فاعتقد السبب الاكبر في ده مارك، يعني مارك برضو الريتش فاهم، ما فيش ريتش وبتاع والدنيا خربانة، بس في نفس الوقت عادي. الاخ شادي مش بيشوف، شادي مش بيشوف، شادي لا بيشوف ولا بيجي يمس عليا في اللايف يابا، وانا زعلان من شادي بس انا بحبه كده كده. هعمل ايه؟ ما انا بحبكم يا جماعه، ما انا بحبكم. يعني عندك محمد تامر يخش يديني لفه، السلام عليكم، اطلع يا عم مس عليا، تف عليا، اديني سجاره، اديك سجاره، ادي لبعض سداير كده، مسوا عليا يا جماعه. انت تعرف ان الكومنت بيفرق؟ والله العظيم الكومنت بيفرق. فاكرني بهتش؟ والله العظيم ما بهتش، الكومنت بيفرق واللفايه بتفرق، وقعدتك معايا الدقيقه الدقيقتين دول بيفرق والله.
انا عارف انا بقول لك ايه. لا يا عم انا كمان بشوف والله. انت حبيبي يا عم بيبو، ما انت عشان كده واخد توب فان. او بص، كل الناس اللي واخده توب فان دي بتشوف حاجه، بس في ناس بقى مش واخده توب ويرجع يقول لك انا ما باخدش توب فان. ليه؟ ما انت ما بتاخدش توب فان عشان انت ما بتعملش الحاجه اللي المفروض تعملها زميلي. انا عارف انا بقول لك ايه. اخوها هو محمد تامر لازم انكشك يا محمد تامر على فكره. لازم انا لو ما كان انا لا انا انا لو ما نكشتكش فاهم عليا تشيف. اتفضل يا عم صلاح، عامل لي فولو من 289 يوم. شفتوا يا جدعان؟ ايوه يا جدعان، في ناس قديمه وفي ناس بقى اقدم واقدم وما بيجوش، وفي ناس جديده ما بقتش بتيجي. مش عارف بقى العيب فيا ولا العيب في ولا ده غباء من الاخرين ولا مش عارف والله. تحس ان الواحد يا اخي يلا الحمد لله. اشكي لمين يا جريح؟ الناس كلها مجاريح. يلا الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. الحمد لله الذي عافانا ايه مما ابتلى به غيرنا. اهو شايفين اللي احنا فيه ده، ده بلاء لغيرنا اللي هم المكان اللي هم منزلين لنا سكول بلا كارت بقى بلا اي حاجه. المود ده ممل قوي. هو كان اخر مود حلو كان مود الهالوين وساعه المود بتاع لول بتاع جينكس. دول كانوا احلى اتنين مود نزلوا في اللعبه. من الاخر انا قديم يا عم، بس في الصفحه الثانيه اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا عايز اقول لك ان الصفحه دي الواد ده انا عامل عليه لقطه والله العظيم اللي اسمه ايجيبت ده ومنزلها في ريل. الناس اللي متابعه الريلز هتبقى فاهم. خد يا زميلي ركبني معاك، خش خش يا صاحبي. انتوا عايزين ننزل صح؟ مش نازل، انا حر. اقعدوا بقى انتوا تدلعوا كده مرقعوا كده لغايه اما حد في حد يجي يدغدغ لنا دماغنا. دوسوا اخرب بيتك. طب انت رايح فين؟ انت رايح المدينه اللي هناك؟ I need a scope. I need اي حاجه. الصفحه اللي انا طالع عليها لايف دلوقتي دي هي دي اقدم صفحه ليا في حياتي. انا عملت الصفحه الجديده دي كنت فاكر ان المشكله في الصفحه دي، ان المشكله في الريتش بتاع الصفحه دي. Awesome. طلع ان لما عملت الصفحه الثانيه طلع برضو مشكله ان هي فيها مشكله ريتش. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. عربيه يا عم، عربيه يا عم. Watch out. يا عم عربيه يا عم، ما تطلعوش ما تكفروش ام اللي جابونا يا عم. انت ماشي على الله حكايتك يعني. Marked a vehicle. ده انتوا عيال ياض زرايب يلا والله العظيم. Excellent work. على رمضان تسلم لي على اللفايه اخويا. مسا مسا حبيب قلبي. Thank you. هدى تسلم لي على اللفايه يا هدى. والشيرات الكتير. هو في صفحة تانية، كان في صفحة تانية طلعت عليها في فترة كده يا جدعان، كان الريتش هنا واقع قوي فافتكرت ان انا عامل مشكلة في الصفحة او المشكلة او الصفحة فيها مشاكل، بس طلع ده الطبيعي. طلع ده الطبيعي. تشكل مين يا جريح؟ الناس كلها مجاريح. خد يلا استنى يلا اخويا الرايق. طب انا بفايت يا شباب. نتقابل على الواتس بقى خلصانه. اوعى السكن. انهي سكن الواد يا جدعان؟ كان معاه شوت جن بنت حرام. حبيبي يا صلاح يا هدى تسلمي لي على المنشنات الجميله دي. يا جدعان لو كل واحد بس يشير شير واحد على البروفايل والله العظيم بتفرق معايا قوي اقسم بالله. شير واحد بس بروفايل يا عم. I got supplies.
الحياة تبقى احلى بكتير. طبعا ده خد الام كي، ياخد انا الام 20 كده تبقى خالص. ارمي يا ابني السكينة دي بتعمل مشاكل. احسن تستاهل، ليه ما اعرفش بس هو يستاهل. ولا تزعل نفسك اجي على ايه بس، ما اقدرش والله ازعل. ازعل من ايه؟ شيل يا طويل العمر. ده ايه على مش فاهم حاجه يا سكره. تسلم لي على الكير خلاص. اقرا الرايق يا جدعان، هنقعد ساعه هنا وهنكمل لايفنا الرايق على تروفو. بالله عليكم اللي ما بيجيش تروفو، والله يا جماعه يعني اللايف هناك احلى بكتير قوي والله. ما تكسلش. واتش اوت. ايوه جاي. Marked a location. Watch out. Watch out. Marked a location. Awesome. سمع الصوت من هنا اهو. ده بوت. وانا اسكوب اربعة ده ايه؟ يا ابني اسكوب بقى، يخرب بيت شكلك، ده انت مستفز قوي. يا بيبو تسلم لي على المنشنات والله العظيم حبيب قلبي. احلى شير على البروفايل لعيونك حبيبي يا خالد يا جميل والله. امسحوا يا جدعان. شير 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 واحد بس بروفايل، شير شير واحد بس بروفايل، واول ما اللايف يخلص امسحه بس. انت كده بتساعدني جدا والله. المينو الجميل اخويا مينو، تسلم لي على اللباي يا حبيب قلبي. اخويا اللي لسه ما غيرش اسمه لاسم الكلان. الناس اللي لسه ما دخلتش الكلان يا جماعه، ده احنا والله العظيم انا مأخر نفسي بينا. مأخر نفسي عن موضوع الكلان ده علشان مستني كل الناس اللي اعرفها بتدخل الاول، بعد كده هبتدي اعمل بقى اختبارات وهعلن عن ان في كلان والكلام ده كله. قصص كبيره قوي، قصص كبيره قوي فايتاك، كنتوا بس مش مركزين معايا. عارف لو تديني اهتمامك لبورها. يا عزيزي المشاهد، لو تديني اهتمامك لبورها، اهتمامك لبورها بورها، هتلاقي ان في حاجات يا جدعان. عزيزي المشاهد انت ما بتحبنيش يا مراد. تسلم لي على اللفاية. بص بقى، مراد مثلا جه من المنشن مثلا، يقوم مثلا مراد عامل علامه تعجب فيها نوتيفاي، فيجي له اشعارات اللايف، فيبقى مراد صديق البرنامج وصديق جيها وصديق كل من في اللايف. فاهم الكلام عامل ازاي؟ فهي بتبقى ماشيه كده بقى، يخش مراد يعمل علامه تعجب في نوتيفاي، فمراد يحب هذا جيها، فيقوم منشن اتنين تلاته اصحابه، فاتنين تلاته اصحابه يجوا يعملوا علامه تعجب في نوتيفاي فيعجبهم. هكذا هكذا نتوسع ونتشعب ونملى المنصه فرحا وسرور وبهجه واصرار. عزيزي المشاهد ايه ده؟ ده مش احنا. فلتستمتع معي بهذه اللحظات اللذيذة الجميلة الفرحة المرحة والله العظيم. يا حكيم تسلم لي على اللفاية يا حبيب قلبي اخوي حكيمه حكيمه. الاحتراف اللي في الريلز اللي انا مش بشوفه غير في الريلز عشان مش بشوف اللايف. شفت بقى، مع ان اللقطات دي كلها من اللايف، اللقطات دي كلها من اللايف، بس انت اللي متخاذل والله. يا عزيزي المشاهد لو تديني اهتمامك لبورها. عبد البديع تسلم لي على اللفاية يا حبيب قلبي. هلا والله اخواتي، انا بقى مش فاهم. ايه ده يا ابن الصرمه؟ هو رمى عليا عظمه؟ هو في حاجه اسمها كده اصلا؟ ايه ده يا جماعه ده؟ وربنا ما اعرف. يا اينور تسلمي لي على اللفايه وال 20 الف كيلو شيرات دي والله، ربنا يكرمك يا رب. انت بتزعق ليه كتك البلا؟ مساء الفل والله. بيعمل عليك لقطه، عمل عليا لقطه يا جدعان، ده رماني بالعظمه. والله رماني بالعظم. بقول لكم ايه، اخد الجاموسه دي واجري ولا اعمل ايه؟ ما بالراحه. مايكل حبيبي، مايكل تسلم لي على الكير حبيب قلبي. المهم يا جماعه، كنت بقول ايه بقى؟ عزيزي المستمع والمشاهد ركز معايا في اللي انا هقوله ده. انا زهقت من الاصوات دي كلها، ده هم خليهم يخبطوا في بعض. وانا سلام عليكم، انا همشي انا من الهم ده عشان انا دماغي وجعتني. انا اروح ادور على شوب اجيب سكوب 8 وروق الكلام. ربنا يخليك يا نور يا رب والله. اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين، احب اقول لكم ان احنا بنطلع لايفات على تروفو
والله العظيم لو دعمتني انت عارف تدعمني ازاي هناك حاجه واحده بس انت تقعد تتفرج عليا والله العظيم ده الدعم الوحيد اللي انت ينفع تقدمه لي هناك هنا بقى وجع دماغ فاهم عليا تشيف فهناك بيبقى رايق ركز معايا واسمعني ركز معايا واسمعني ماشي انا ياز تسلم لي على اللفاي يا حبيب قلبي نور الدنيا مايكولا لا في ناس بتقول له مايكولتي ولا يا مايكولا افضحك انا هنا طب بقول لك ايه يا مو مو علاء صح مو علاء انت ما كتبتش علامه تعجب في المتفاي ودي من اهم الاشياء في هذا اللايف المبجل والله العظيم انت تكتب علامه تعجب في المتفاي يصلك ما كل ما هو جديد اي والله طيب انا محتاج شوب الشوب اقرب شوب في سكول وانا مش عايز اروح ممكن اروح بوشينكي بقى ما فيش حل غير بوشينكي مع ان بوشينكي الاقي فيها مشاكل وانا بلعب لوحدي دلوقتي بس خير الستر ربنا امرنا بالستر حاضر انا هستر لا احنا مسمينه مايكولها ايوه مايكولها ها مايكولها يا على الفضايح يا مش هيجي حد بقى يقول لي جهجهتي ده في مشاكل لف وارجع تاني السلام عليكم انا سولو يا كلاب منكم لله مايكولتها مايكولها مالك بالحب كله بالحب انا لو حد قال لي جهجهتي او حد صحاني من النوم الصبح يقول لي صباح الخير يا جهجهتي ايه ده هتقول لك جهتي لا هي هتقول لك جهجوتي ايه بس تديني واحده جهجوتي كده ايه ده يا رقم واحد ازيك حبيبي انت اسمك ايه اسمك يوسف؟ عندك كم سنة يا يوسف؟ 11 وبتلعب ببجي يا يوسف؟ بتعرف تلعب؟ شاطر مين اللي علمك؟ خالي ايه؟ خالي خالك علمك تلعب؟ شاطر وانت بتلعب على الموبايل ولا بتلعب على الكمبيوتر لا بلعب محاكي تلعب محاكي على الكمبيوتر انت منين يا يوسف يعني ايه دمياط. من دمياط اجدع ناس من دمياط تعرف حد من اللي معانا في التيم ولا انت داخل لوحدك كده عشوائي لا عارف رقم اتنين مين رقم اتنين اسمه عم طارق ماشي هو انا ايه حكايتي مع الاطفال يا جماعة في ناس هنا عندك طب انا جاي لك استنى يا يوسف ما تخافش انا جاي